أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من تحت الضوء. لماذا يخرج المواطن العراقي خالي الوفاض من أمواله؟ حقوقه ضائعة، كل شيء ضائع. لماذا تسرق أمواله، تسرق حقوقه؟ لماذا تضيع دون حسيب أو رقيب؟ لماذا يحرم من أبسط حقوقه كإنسان؟ يحرم من أبسط حقوقه في العيش الكريم، حيث لا خدمات، لا كهرباء، لا ماء صالح للشرب. ولم يجني من حكومات العراق المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى الآن سوى نهب لخيرات البلاد وإضاعة لأمواله وأحلامه وفرص عيشه الكريم، في الوقت الذي يصوت فيه البرلمان العراقي على الميزانيات المليارية كل سنة من أموال الشعب العراقي على مشاريع وهمية، منافع شخصية، سرقة للمال العام في وضح النهار بحسب ما يرى محللون ومراقبون، بحجج واهية و أيضا تعديلات سقيمة كان آخرها ربما وليس آخرها فضيحة غرق 7 مليارات دينار عراقي في بناية البنك المركزي العراقي بحسب محافظ البنك علي العلاق. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على هذه الحادثة، وما هي المشكلة الرئيسية؟ لماذا هذه الإضاعة لحقوق وأموال العراقيين باستمرار لا تفتأ أن تمضي مصيبة حتى تأتي مصيبة أخرى أو مصيبة أخرى؟ نتناول ملابساتها، نتناول أحداثها، نتناول تداعياتها ومن يقف وراءها بحسب ما يرى محللون سياسيون واقتصاديون. للحديث في هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي. حياكم الله. أيضا أرحب بضيفي الدكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، ينضم معنا من مدينة لوزان في سويسرا. مرحبا بك دكتور حسام الشاذلي. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا بضيفك الكريم. أهلا بكم. وأيضا أرحب بضيفي الدكتور باسم جميل أنطوان الخبير الاقتصادي، ينضم معنا من بغداد. دكتور باسم مرحبا بكم. إذا مشاهدينا الكرام نتابع سويا هذا التقرير في البداية ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. رغم الثروات الهائلة التي يمتلكها العراق وعلى رأسها المخزون النفطي الكبير، فإن المعاناة التي يعيشها المواطن العراقي بعد العام 2003 تتضاعف يوما بعد آخر، وتهدر الأموال والحقوق في ظل حكومة لا ترقب في المواطنين إلا ولا ذمة. تنفق الحكومات المتوالية على حكم العراق منذ 15 سنة المليارات من أموال الشعب العراقي على مشاريع وهمية ومنافع شخصية وسرقة للمال العام في وضح النهار بحجج واهية وتعليلات سقيمة كان آخرها فضيحة غرق 7 مليارات دينار عراقي في بناية البنك المركزي العراقي بحسب محافظ البنك علي العلاق. وفي الوقت الذي يصوت فيه البرلمان على الموازنات التي تبلغ مليارات الدولارات يخرج المواطن خالي الوفاض من تلك الأموال، فلا ماء ولا كهرباء ولا خدمات في بلد تنهار بنيته التحتية وتسرق مقدراته بيد حكومة فاسدة تتسابق في نهب خيرات البلاد. كل هذه الجرائم التي تنتهك فيها حقوق وحريات المواطن العراقي يقف القضاء معصوب العينين، لا يرى حال العراقيين، أصم لا يسمع شيئا من صرخاتهم، أبكم لا ينطق ولو بكلمة يعري فيها الفاسدين. ولكن أنى له ذلك وهو الشريك الأكبر والأوفر حظا في اللعبة برمته؟ برلمان يسمى السلطة التشريعية، وقضاء يسمى السلطة القضائية، وحكومة تسمى السلطة التنفيذية، فلا البرلمان يشرع قوانين لمصلحة الشعب، ولا قضاء يحكم بالعدل، ولا حكومة تخدم المواطنين. هكذا هو المشهد في عراق ما بعد الاحتلال. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، استمعنا سوية لهذا التقرير عن حقوق المواطن العراقي الضائعة، وأبدأ معك أستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي. لماذا أستاذ نظير تضيع أموال الشعب العراقي بهذه البساطة؟ يعني هو سؤال ربما سؤال بسيط وبديهي، لكن الإجابة عليه ربما تحتاج وقت طويل جدا لشرح كل التفاصيل التي جعلت من المواطن العراقي هو آخر المستفيدين،
وفي ذيل القائمة للاستفادة من بلده ووطنه الذي دفع الدماء من أجله في كل مراحل تشكيل هذه الدولة العراقية. حقيقة ما النظام السياسي الذي جاء بعد 2003 وبعد الاحتلال الأمريكي هو بني على طريقة بأن تجعل من هذه الحكومة حكومة ضعيفة ودولة متهالكة وضعيفة لعدم تكرار أن يكون هناك عراق قوي ممكن يكون له ثقل في المعادلة وفي معادلة التوازنات الموجودة في الشرق الأوسط. وعلى هذا يجب أن من يمسك هذا النظام السياسي الجديد هم أناس لا غير يعني ليس لديهم شعور بالمسؤولية ولا يكون همهم يعني الوطن والمواطن، وبالتالي هذا الأمر سيجعل من الدولة بالتأكيد هي دولة ضعيفة. لذلك تجد أن كل يعني الحكومات التي استلمت زمام الأمور في العراق بعد 2003 لم يكن هم المسؤولين سوى مصالحهم الشخصية وثم مصالحهم الحزبية، وبالنهاية هو هذا كل العمل ينصب في مصالح دول إقليمية وربما دول أخرى كبرى. لذلك المواطن هو في ذيل أولوياتهم، لا يلتجون إليه إلا في مراحل الانتخابات، وحتى في الانتخابات يتم سلب حق هذا المواطن عبر عمليات التزوير وتزييف الأصوات يعني الصعود إلى مراكز السلطة. لذلك يجد المواطن منذ يعني الاحتلال ولحد الآن في حالة ضياع مهدرة حقوقه، لا يجد من يمثل يعني دوره ولا من يطالب بحقوق المهدورة. هناك يعني فاقة في سبل الحياة، هناك هدر لموضوع التعليم، وهناك انتهاك للسيادة الوطنية، انتهاك للسيادة السياسية، وتحول هذا البلد من بلد كان له دور قومي، دور إقليمي، كان دورا فاعلا في معظم مراحل تاريخ هذه الدولة، وصل إلى حال أنه يصبح دولة ذيل في أحيان كثيرة لإيران وفي أحيان قليلة للولايات المتحدة، ولا يمثل العراق بحقيقة مواطني وإرادتهم من حكومة استلمت الأمور بعد 2003. هذا الحال سوف يستمر، ولا يمكن أن تصل حكومة تهتم لشؤون المواطن عبر هذه المنظومة السياسية، لأن المنظومة السياسية بذاتها هي منظومة فاسدة، لذلك كل مخرجاتها وكل ما يخرج عنها هو فاسد. وحتى لو يعني جاء هناك جهة سياسية أو شخصيات سياسية تبتغي خدمة المواطن والوطن وأراد أن يصل إلى مستوى المسؤولية عبر هذه المنظومة الفاسدة سوف لن يصل إلى مبتغاه، إما أن يكون مثلهم أو أنه يتم تصفيته، وبالتالي المنظومة الفاسدة هي التي جعلت الإنسان العراقي بهذا الحال. إذن المشكلة الرئيسة هي المنظومة السياسية وهي فاسدة مثل ما وصفتها. دكتور حسام الشاذلي، مرحبا بك مرة أخرى، المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. دكتور حسام، يعني هل لك أن تحدثنا عن ما تابعت من مجريات الأحداث في العراق؟ يعني البنك المركزي من المفترض أن تكون أولى أولوياته الحفاظ على أموال الناس، آلية طباعة الأوراق النقدية، مكونات الأوراق النقدية وغيرها، كل هذه بمخرجاتها البنك المركزي هو المسؤول عن الحفاظ عليها. هل لك أن تحدثنا كيف تابعت ما يجري في العراق؟ السلام عليكم. هو حقيقة طبعا الأمر يعني يحتوي على عدد كثير، لأن يعني عملية تصنيع الأوراق المالية بصورة عامة يبدو أن من أهم مواصفاتها دائما هي الحفاظ على هذه الأوراق في حالة تعرضها لما يسمى بالظروف البيئية يعني قاسية، ومن ضمنها التعرض إلى المياه. يعني خليني أقول لحضرتك أن أنا في الحقيقة يعني أعتقد هذا كان بالنسبة لي شيء يعني عجيب، كيف يمكن أن يتم تدمير هذه الكمية من الأموال؟ لأن عمليات تصنيع الأوراق المالية يعني يوجد ما يعرف في سويسرا بي يعني يمكن أشهر مصانع الأوراق المالية في العالم، وهو مصنع موجود في مدينة لاند كوارت
بكانتون جريزون، وهذا المصنع في الحقيقه بيصنع الاوراق الماليه السويسريه واليورو اضافه الى 50 دوله اخرى. حقيقه الاوراق التي يتم عليها تصنيع الاوراق الماليه تعرف بالديورا سيف، وهذه الاوراق في الحقيقه تتشكل عاده من طبقتين بداخلهم طبقه من البوليمر، يعني المفروض انها بتبقى محشيه لها كور من البوليمر اضافه الى طبقتين يعني بيصنعوا من نوع معين من لب الاشجار في الحقيقه لا يتاثر بالمياه. بمعنى انه هذا يعتبر شيء من العجيب، يعني كيف يمكن تدمير هذه الكميات من الاموال نتيجه للمياه او تعرضها الى المياه. حتى انواع الاحبار التي يتم استعمالها، يعني يمكن احد اشهر الاحبار في العالم لتصنيع الاوراق او لطباعه الاوراق الماليه، يعني يتم تصنيعه في شركه عمرها اكثر من 90 سنه في مدينه لوزان، ويسمى هذا الحبر ب يعني حبر السيسبا، وهو في الحقيقه يعني تم اختراع هذا الحبر عن طريق كيميائي كان اسمه موريس امون. هذا الرجل قام بتصنيع يعني نوع من الاحبار، حتى الاحبار اصبح من الصعب جدا اذا تم غسيل الاوراق الماليه او تعرضها للماء يعني لفتره كبيره ان يتم تدميرها. لانه في الحقيقه يعني خليني اقول ان عمليه تدمير الاوراق الماليه دي لها تاثير سلبي جدا، يعني اضافه الى ما يحدث بصوره عامه في الاقتصاد العراقي وفي اقتصاديات كثير من الدول العربيه. قد كنت يعني طرحت منذ فتره نظريه عرفتها بنظريه الاقتصاد المسموم. ونظريه الاقتصاد المسموم التي طرحتها هي تنطبق في الحقيقه على العديد من يعني من الدول العربيه، بما فيها جزء مما يحدث في العراق، حيث انه ذلك النوع من المنظومات الاقتصاديه لا تنعكس ارقام مؤشرات اقتصاده الكلي باي صوره من الصور على مستوى معيشه الافراد. فكما تفضلت يعني حضرتك والزملاء باننا دائما نجد في هذه الدول مناقشات لمشاريع بليونيه، نجد دائما الحديث على يعني القروض وعلى التعاون مع الدول الاخرى وعلى المشاريع الضخمه، لكن هذه الانواع او هذا النوع من الاقتصاد ما اسميه بالاقتصاد المسموم هو في الحقيقة لا يخدم التوزيع العادل للثروات داخل المجتمع، وبيتبنى نوع من الآليات اللي بتضحي بكل مقاييس جودة حياة المواطن العادي، وبتتجاهل التأثيرات السلبية والمدمرة على مستوى معيشة المواطن. نعم. ابقى معي دكتور حسام لو سمحت. شكرا. ابقى معي دكتور حسام. نعم سأعود إليك مرة أخرى. أرحب بالدكتور باسم جميل أنطوان الخبير الاقتصادي، انضم معنا من بغداد. مرحبا بك دكتور باسم. دكتور باسم هل تسمعني؟ نعم نعم. مرحبا بك دكتور باسم. دكتور باسم يعني ما المعلومات التي لديكم وتتوفر لديكم عن ما الذي ينبغي فعله من قبل البنك المركزي العراقي في ضوء هذا الأمر، إتلاف أموال بهذه الكمية 7 مليارات دينار؟ يعني إلى أي مدى ترى أن القائمين على البنك من يتقع المسؤولية على عاتقهم، يعني هم يعني على أعلى مستوى، هم على أعلى حصة للحفاظ على أموال الناس، على حصة من الأمانة، إلى أي مدى تراهم أنهم مؤتمنون فعلا؟ نعم يعني تحياتي لكم ولمشاهدي قناة رأس الدين الطلائع. نحن يعني نتحدث بتصريحات غير دقيقة، أعتقد أيضا ضد الحقيقة. نعم. عندما حدث هذا القتل لابد أن يكون هناك لجنة، وهذه اللجنة قامت بتحقيق الأول الإداري وحددت المسؤولية على الشخص الذي يتحمل هذه المسؤولية. هل كان هناك عدم اهتمام بالعملية؟ إذا كان هناك تحقيق جدي وحددت المسؤولية واتخذ الإجراء بحق المسؤول وعوقب، فلا بأس، لازم تثبت في محضر رد بشكل خطي وبشهادة موظف لجنة متشكلة لهذا الغرض
حدد المسؤولية الإدارية والمبالغة في الموضوع. أكو شو فهم لا يحدث خلط، هل أنه هذا 7 مليار ذهبت تتعرف أم فقط في الورق؟ أنا اللي أعتقد أن هناك عملية إتلاف للأوراق التي تستهلك وتطبع مكانها، وفقط قيمة الطبع ربما يصل إلى 150,000 دولار وجدد طبعة ورق، وإذا كان قراءة حقيقي سليم أعتقد لا تحتاج هذه الضجة. يعني هناك تجاوزات كثيرة أخرى أكبر من هذا سجلت، وبقت هذه مسائل ثانوية. للأسف الشديد الإعلام ترك المسائل الأساسية وبقى متعلق بهذه المسائل الثانوية التي هي تجري عملية دائمية في إتلاف العملة المستهلكة. أنت تعلم العراق لا يؤمن بالتعامل الإلكتروني ويتعامل نقدي دائم، وعليه العملة العراقية تستهلك كل 10 سنوات وتستبدل بشكل عام. لذلك عملية تلف العملة مسألة طبيعية، لكن يجب أن نتأكد أن هذه العملة فعلا أتلفت وصرمت في مكائن. دكتور باسم، يعني من الطبيعي ان البنك المركزي عليه مسؤوليه وعليه واجبات، من ضمن واجباته الحفاظ على اموال العراقيين. الى اي مدى ترى ان هذه اداره البنك غير مهتمه بعمليه التخزين وبعمليه الحفاظ على اموال العراقيين، حتى انها تتلف بهذه البساطه بالماء؟ لا بتتلف بالماء، هي مخزونة هذه ودخل عليها الماء، وهي من مسؤولية مصرف الرافدين أصلا وليس البنك المركزي. وعندما ذهبت إلى البنك المركزي، مفروض البنك المركزي أجر عملية تحرك وتدقيق أن هذه فعلا تلفت والكمية تساوي المعلن عنها لكي يطمع مقابلها مبالغ تساوي ما تلف منها. مسؤولية مصرف الرافدين في هذه العملية، وإذا كان كما قلت تحقيق إداري وفني ومهني لا داعي لإجراءات قضائية، وهذا موجب قانون نزاهة. يعني تأتي هيئة النزاهة وتدقق الأوراق والمحاضر، ويكون مطابقة بين المحاضر وبين حديث محافظ البنك المركزي وبيان البنك المركزي وبشهود من الموظفين. أكو لجنة تشكلت للتدقيق في هذا الوضع، أعتقد هي بهالحدود. وتضخيم العملية أعتقد ليس من مصلحة أي شخص. يعني إلى أي مدى تعتقد أن هذه الحادثة تندرج أيضا ضمن عمليات الفساد أو تمييع أموال العراقيين أو بموازاة يعني إتلافها؟ أنا أعتقد يعني أكو عملية إهمال. هل هذا الإهمال متقصد أم عبثا؟ أحدد المسؤولية. المفروض القاطات الموجودة في منطقة ترادي معرضة إلى الغرق وإلى الفيضان أن تكون وترقوا ومحمية من دخول المياه، لأنه الخزن مالها يجب أن يكون بمواصفات ودقة حتى لا تتلف هذه الفلوس. يعني إذا كان 1,000 دولار وإذا 100,000 دولار شيء. نعم. إذا لم تحفظ في حفظ جيد يبقى المسؤولون في البنك المركزي أو المصرف الرافدين اللي هم مسؤولين عن هذه العملية. نعم، سأعود إليكم مرة أخرى دكتور باسم جميل أنطوان، ابقى معي لو سمحت. بالعودة إليكم أستاذ نظير الكندوري، إلى أي مدى ترى أن هؤلاء يعني يصلحون أن يكونوا مؤتمنين على أموال العراق على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ما دام أن هناك أكثر من 15 سنة مضت على العراقيين لم يرى المواطن العراقي سوى عمليات النهب والسرقة، لم يرى بناء، لم يرى كهرباء، لم يرى ماء،
صالح للشرب، لم يرى تعليم، لم يرى صحة، كل الواقع الخدمي هو في انحطاط مستمر. يا أخي الكريم، لو الأمر اكتفى على ما تصف من الحالة المزرية التي يعيشها العراقيين، لا الأمر ربما كان أهون من أن تعرف أن الآن المواطن العراقي مديون ولربما لأجيال قادمة إلى صندوق النقد الدولي وغيرها من البنوك العالمية. يعني هو الآن بالرغم من الوارد الكبير من واردات النفط، ما زال العراق الآن أصبح من الدول المدانة وبشكل كبير. هذا الحال الذي أوصلنا له السياسيين ما بعد 2003. أما تعقيبا على كلام ضيفك الكريم حول أنه المبلغ لا يرتقي لأن تعمل عليه هذا الضجة الإعلامية، وأنا أؤيده بذلك. لو الرقم نفسه يعني تخليه على الدولار لا يتجاوز 6 ملايين دولار، بينما أكثر من 1100 مليار ذهبت، بينما مليارات ذهبت، مليار أقرب حادثة يعني هي حادثة الانتخابات. كل نائب لا نعلم كم صرف من ملايين دولارات التي هي من المال العام لكي يرفع اسمه لمنصب معين أو الفوز بالبرلمان أو أي وزارة. أصبح الآن هناك مزاد لبيع وشراء المناصب الحكومية من الوزارة إلى المدراء العامين وغيرها من المناصب. من أين هذه الأموال؟ هي من المال العام، بينما تجد هناك من العوائل العراقية من وصل بها الحال أن تقتاد من القمامة. يعني مفارقة هائلة، مفارقة كبيرة. الشعب يعيش على بلد مليء بالخيرات لا يجد لقمة يسد فيها جوعه. الأمر يعني غريب. هناك يعني حكومة وكأنما هي تناصب الأعداء لهذا الشعب. من 2003 ولحد الآن لم يستطيع المواطن العراقي أن يعيش بكرامة، أن يعيش بسلام، أن يعيش بشيء يعتقد أو يفتخر به أنه أنا عراقي وأعيش في بلدي. الكفاءات كلها هربت من البلاد، المثقفين هربوا من البلاد، وعملية التجهيل وعملية نشر الجهل بين الشعوب، يعني وكأنما يطبقون نظرية أن لا تستطيع السيطرة على جموع الشعب إلا من خلال جعلهم شعب جاهل. هذا الذي هو يجعل من سيطرة هذه الأحزاب وهذه الشخصيات السياسية على الشعب العراقي. ما الذي جناه المواطن العراقي منذ ذلك تاريخ الاحتلال ولحد الآن؟ لم يجني خير يعني في كل نواحي حياته وحتى مستقبله. لا يوجد هناك بارقة أمل لحال أفضل من هذا الحال. نعم دكتور حسام الشاذلي، يعني شعب العراق شعب يعيش على بحر من النفط، ولكن الفقر في هذا البلد يضرب أطنابه في عمق هذا الشعب، وبالتالي نسب البطالة في ازدياد، نسب الفقر في ازدياد، يعني سوء الخدمات، الأخبار تتراول أنباء عن عمليات فساد هنا وهناك، صفقات أسلحة وصفقات بناء وصفقات مشاريع وهمية ليس آخرها. ربما هذا المبلغ الذي وصفه الدكتور باسم بأنه يعني ليس كغيره من الكوارث التي حصلت في العراق، هناك كوارث أكبر. يعني في ضوء هذا البحر من المشاكل والكوارث التي تعم العراق، يعني كيف تنظر إلى الواقع الاقتصادي وأنتم خبير اقتصادي دولي؟ كيف تنظر إلى عمليات التجهيل المنظمة التي تحدث عنها الأستاذ نظير الكندوري، أيضا عمليات يعني هجرة العقول، هجرة الكفاءات من العراق نتيجة سطوة الميليشيات؟ هناك الكثير من الأزمات يعاني منها العراق. في منظورك يعني المستقبلي للواقع الاقتصادي، كيف تنظر إلى ما ستؤول إليه الأحوال؟ يعني مطابقة تماما لما أسميته بمنظومة الاقتصاد لأنه في الحقيقة هذا النوع من الاقتصاد بيوظف آليات وأدوات مكحفة وسياسات اقتصادية متطرفة من أجل تحقيق أهدافه. يعني هذه الأنواع من القروض، الحديث عن قروض زي قروض صندوق النقد الدولي وما شابهها، في نفس الوقت تتميز منظومات الاقتصاد المسموم بأنها لا تلقي بالا لاعتراض المواطنين على تلك القرارات أو الآليات المصاحبة لها، بل بالعكس يعني هي عادة بتوظف القوى القمعية والأجهزة الأمنية والإعلام من أجل تمرير هذه القرارات، وبتحاول دائما
ان 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 يعني تطلب من المواطنين التضحيه وتطلب منهم ان ينتظروا والانتظار من اجل يوم الرخاء الذي لا ياتي ابدا. يعني منظومه الاقتصاد المسموم في الحقيقه والانظمه التي تديرها دائما تلجا الى توظيف جميع الادوات الاعلاميه من اجل تغييب الوعي العام ونشر الاكاذيب والاوهام حول مدى فاعليه سياساتها الاقتصاديه. وللاسف هذا ما يحدث يعني في العراق بصوره واضحه كما يحدث في بلاد اخرى من الدول العربيه. يعني الحاله المصريه لا تختلف تماما عن الحاله العراقيه في هذا الـ يعني المضمار، اضافه الى كما تفضلت يعني العراق دوله لديها موارد طبيعيه كبيره، دوله غنيه، لكن في الحقيقه هو اخطر ما نواجهه اليوم هو ذلك النوع من المنظومات الذي اسميته بالاقتصاد المسموم، لانه يوجد علاقة مباشرة بين الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي. فبدون وجود ديمقراطية حقيقية وبدون وجود استقرار سياسي لا يمكن لأي دولة أن تصل إلى نوع من الرخاء الاقتصادي الحقيقي، لأنها دائما بتعطي امتيازات لمجموعات من الأفراد ولمجموعات من الشركات ولشرائح من المواطنين، يعني بتعطيهم امتيازات بتؤدي إلى فساد السوق وفساد المنظومة الاقتصادية في النهاية بما يأتي سلبا على المواطن بكل الصورة. دكتور باسم جميل أنطوان، يعني الواقع الاقتصادي في العراق، العراق له موارد هائلة وضخمة، يعني الموارد النفطية، يعني غالبا الاقتصاد يعتمد على النفط وهو اقتصاد ريعي. من وجهة نظركم يعني في ضوء عدم الاستقرار السياسي في العراق، كيف تنظر إلى الواقع الاقتصادي في ظل كل هذه التحديات التي يمر بها العراق؟ يعني أنت تعلم هذه حال الدول النفطية الريعية، الأغلب سوء استخدام هذه المواد بالأخص إذا كانوا الحكام السياسيين يعني ليس لديهم تصورات واضحة عن إدارة الاقتصاد، ولا يسمحون كذلك بإشراك وراء اقتصاديون في إدارة الملف الاقتصادي، فيحدث هناك عبث. يعني تأتي الثروات وأنت تخطط باستخدام هذه الثروات وطبعا أطار وإشراك السياسة لا تنفيذ ولا أدامة ولا رفض الأجهزة الرقابية من هذا ولا داعي يفيد مراقبة هذه الثروات، وهذا يؤدي إلى العبث في هذه الثروات. هناك يعني نسب من الفقر متصاعدة، هناك نسب من البطالة عالية، فاستخدام هذه الثروات حلها صحيح لحققت قفزات اقتصادية كبيرة، لكن الفقر الثاني هو الفساد المستشري داخل البلد أيضا يعتبر معوق كبير في عملية التنمية والتنمية المستدامة اليوم مسألة أساسية. زيادة سكانية في البلد بمعدل 2.7% وتزداد معها نسب البطالة والفقر. تخرج العراق نوعية 150 ألف شاب من الكليات والمعاهد لا يجدون فرص عمل ملائمة لهم. نحتاج إلى السكن سنويا 250 ألف حالة سكنية، هذا تراكم أكثر من 500 وحدة سكنية شورتج. الإدارة للملف الاقتصادي والفساد المستشري وعدم إشراك الخبراء والمسؤولين لهم غير مسؤولين وغير سياسيين أصلا أي غرضي في استلام هذه الدفعات العراقية. العراق يعني نعم دكتور باسم، نعتذر منكم دكتور باسم، الصوت غير واضح، سنعاود مرة أخرى الاتصال بحضرتكم دكتور باسم جميل أنطوان. ودكتور دكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي أيضا، يعني في ضوء الحديث عن الحديث العالمي، العالم كله يتحدث عن مفاهيم جديدة، التنمية المستدامة، الوظائف الخضراء، الاقتصاد الأخضر، الاهتمام بالبيئة، التعليم للجميع، كل هذه المفاهيم التي
يعني عقدت بموجبها الأمم المتحدة الكثير من المؤتمرات منذ عام 2002 وحتى هذه اللحظة، المؤتمر تلو المؤتمر، ولكن العراق أين؟ ألا توجد هناك يعني من خلال تواجدكم في سويسرا في الدول الأوروبية، ألا من أحد يعني يأخذ على عاتقه أن يقوم بإجراء تحليل للواقع الاقتصادي في العراق في ضوء هذه المفاهيم الحديثة للأمم المتحدة؟ لماذا يتم يعني غض الطرف عن ما يجري في العراق من عمليات فساد؟ وفي الحقيقة يمكن ما يحدث مع الصورة الدولية للاقتصاد العراقي للأسف يتكرر من جانب المؤسسات الدولية في العديد من الاقتصاديات العربية. ويعني أنا يجب أن أعود وأقول أن هناك أهداف سياسية بتسير مثل هذه الإجراءات. يعني النهاردة الصورة الاقتصادية للاقتصاد العراقي أخيرا كما يعني يذكرها البنك الدولي، فهو في الحقيقة يعني دائما يتحدث عن ما يسميه بوست أيض، يعني بعد الدولة، يعني بعد هزيمة الدولة الإسلامية، وأن العراق تحتاج حسب يعني تقارير البنك الدولي إلى ما يقرب من 88 بليون دولار، مليار دولار، من أجل إعادة بناء العراق، وأن العراق حصلت على وعود ب 30 مليار دولار في آخر المؤتمرات. الحقيقة يجب أن نعلم إذا أردنا أن نقوم بتحليل واقعي وأن ننظر لعملية بناء العراق، يجب أن ننظر لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تتركز على فكرة جذب الاستثمارات ورفع مستوى حياة المواطن كمؤشرين أساسيين. بمعنى أنه إذا لم يكن لدينا ارتفاع واضح في مستوى معيشة المواطن وارتفاع واضح في الاستثمارات الأجنبية الصحية التي تعود على البنية التحتية، التي تعود على عملية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تؤثر على مشاريع الطاقة المتجددة، إذا لم يكن لدينا هذا النوع من الاستثمارات فنحن في الحقيقة دائما نتحدث عن صورة كاذبة كما ذكرت، هي ليست أكثر من حلقة في سلسلة الاقتصاد المسموم الذي يراد استخدامه دائما لإعطاء المزيد من القروض ولتوريث البلاد لأجيال قادمة والسيطرة عليها وعلى يعني مصادرها وعلى مصدراتها. وهنا يعني يجب في الحقيقة أن ننظر، لأنه بعض المحللين وبعض الاقتصاديين يرى دائما المشاكل بدون الحلول، فإذا نظرنا لنموذج الاقتصاد التركي فنرى أن عملية العمل من أجل بناء اقتصاد قوي يجب أن تبدأ من البنية التحتية ومن التعليم ومن الصحة ومن الاهتمام بمعيشة المواطن وبالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لأنه كما ذكرت الاستقرار السياسي له علاقة واضحة جدا بالرخاء الاقتصادي. وعلى هذا إذا كان لدينا حكومات ديمقراطية حقيقية فدولة العراق ستكون من أقوى الدول العربية في المنطقة اقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وعلميا كما كانت العراق لفترة كبيرة. ما نعاني منه في الحقيقة هو عدم وجود المنظومات الديمقراطية الحقيقية في بلادنا وعدم وجود القيادات الوطنية الحقيقية التي يعني لا تعمل لتوظيف سياسات غربية بما فيها السياسات المالية لصندوق النقد الدولي وللورلد بانك والبنك الدولي وغيره، لأن بعض هذه المؤسسات لها قصص وحكايات في تدمير بلاد كثيرة بسبب منظوماتها التي لا تهتم بالمواطن وتهتم فقط بالسيطرة على مخدرات البلاد وبإعطاء قروض بشروط مكحفة تمكنها من السيطرة على مخدرات هذه الدول. شكرا لك دكتور حسام. يعني ابقى معي لو سمحت. أستاذ نظير الكندوري، دائما ما تروج وسائل الإعلام سواء يعني وسائل الإعلام الغربية أو غيرها عن حاجة العراق إلى أموال دول المنطقة من أجل إعماره، صح؟ ولكن هنا لم نسمع بأي خطوة لتقديم الفاسدين في العراق للمحاكمة. عمليات الفساد كثيرة في العراق وليس من دليل عليها، الأدلة موجودة. يعني كيف يقدم الفاسد للقصاص وضرب بيد من حديد على هؤلاء الفاسدين إذا كان هو النظام برمته فاسد؟ لا تجد يعني حيتان الفساد تعمل. هو النظام لولا يعني في الداخل فاسد، لكن لماذا المنظومة العالمية لا تتابع ولا تراقب ولا تصدر أي توجيه، وخصوصا أن أمريكا
يعني كانت تبشر بعراق ديمقراطي. نعم، يعني بشهادة العالم كله بأن العراق بعد الاحتلال الأمريكي ثم الاحتلال الإيراني هو من أكبر البلدان الفاشلة، وهذا دليل على أن الأمريكان الذين وعدوا العراق ووعدوا المنطقة بإقامة نظام ديمقراطي يمثل العراقيين ويعطي الحقوق لهم ويكون نموذجا للديمقراطية الأمريكية في المنطقة، أثبت بشكل واضح غير قابل للجدل بأن العراق أفشل بلد حاليا بسبب هذا النظام المفروض عليه من قبل الأمريكان ثم من قبل الاحتلال الإيراني. أنا أقول لك يعني بمحاربة الفساد، كيف يتم يعني محاربة فساد إذا كان هو رأس الأمر هو فاسد، هو من يعمل على نشر هذا الفساد، هو من يحمي هؤلاء الفاسدين. هناك مقولة يعني رائعة جدا لباني نهضة سنغافورة يقول: إذا رأيت اللصوص يمشون في الطرقات آمنين فاعلم بأن هذا بسببين، إما أن يكون النظام السياسي عبارة عن لص كبير، وإما أن يكون الشعب عبارة عن شعب غبي بشكل كبير. وأنا أشهد بأن شعبي ليس غبيا، وقد ثار وقد دفع الدماء من أجل تغيير هذا النظام السياسي. يبقى السبب الآخر هو أن نعيش في ظل نظام عبارة عن لص كبير، كل السياسيين يحاولون الوصول للسلطة لا لخدمة المواطن والوطن، إنما لخدمة جيبه ولخدمة الأحزاب التي ينتمي إليها. هذا هو أجندة كل سياسي عراقي حاليا بالعملية السياسية. حقيقة لا أستطيع أن أستثني أي أحد من السياسيين العراقيين وأنزهه عن الفساد، كل همهم هو كم سيجني من هذا المنصب من فائدة مادية وامتيازات له ولأسرته وإلى الحزب الذي ينتمي إليه. نعم دكتور باسم جميل أنطوان، مرحبا بك مرة أخرى، ولعل الصوت الآن أفضل بكثير إن شاء الله. دكتور باسم، يعني غالبا ما نسمع عبر وسائل الإعلام أن العراق بحاجة إلى أموال دول المنطقة من أجل إعماره، ولكن لم نسمع بأن سنغافورة مثلا تم بناؤها بواسطة أموال دول المنطقة ولا حتى ماليزيا. يعني في هذه الحالة يعني من له المصلحة في إبقاء العراق في دائرة الاستنزاف، وأن الشعب العراقي ليس بالشعب الجاهل، هو من أذكى شعوب دول العالم. شكرا. أنا بالواقع يعني لا أريد التعميم في كل شيء بالسوء أو بالشيء الجيد. نعم. يعني كل بلد دي شيء ممتاز وفي شيء متوسط وآخر. المشكلة العراق صار عملية هدر للأموال وسوء استخدام الأموال وضعف الرقابة على الأموال والخطط التي توضع، هذه أدت إلى أن يبقى العراق بلد متخلف. للأسف الشديد كثير من السياسيين وليس الجميع ينظرون الاقتصاد العراقي بعيون دول الجوار، وهذه مشكلة كبيرة. الأطماع الموجودة لدول الجوار بالإقليم كل الدول دون استثناء تجعل العراق سوق ثابت لهم، وسلم قطاع إنتاج العراق الزراعي السياحي الخدمي، هذا يجعل ثروات تهدر أن تقدم شيء، زيادة سكانية مع درجة الخدمات البنى المال واليابان لما تمتلك رأس مال بشري ومواطن، عندما بلد يمتلك مواطن لا شعب بجد إخراج هذا نعم دكتور. دكتور باسم نشكرك شكرا جزيلا. دكتور باسم جميل أنطوان الخبير الاقتصادي لهذا التحليل المستفيض. دكتور باسم نشكرك شكرا جزيلا، ونعتذر منك جدا لهناك خلل في الصوت الظاهر.
شكرا لوجودك معنا دكتور باسم، ونرجو أن تكون دائما معنا في حلقات قادمة. دكتور حسام الشاذلي، يعني في سؤال أخير إلى حضرتكم، يعني الحلول، لابد من حلول اقتصادية للعراق لكي يخرج من هذه الأزمات المتوالية والمتتالية، يعني لكي يخرج من دائرة الاستنزاف لأمواله، دائرة الاستنزاف لثرواته، هل من وجهة نظر يعني تقدمها؟ الحقيقة هو أعود لنفس الاتجاه، الحل الاقتصادي في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بالحل السياسي، لأن هناك يعني حلقة واضحة بين وارتباط واضح بين الرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي. في الحقيقة مرحلة الاستقرار السياسي هي المرحلة الأولى التي يجب أن ننظر إليها عندما يعني نأمل في أن يتحسن الحل الاقتصادي في العراق، ولكن الحكم الديمقراطي والمنظومة الديمقراطية التي تنظر في الحقيقة إلى توظيف موارد الدولة أجل يعني خير أبنائها، بالتركيز على مشاريع البنية التحتية، بالتركيز على إنشاء المصانع، بالتركيز على البحث العلمي، بالتركيز على تخريج العلماء الذين يعني اشتهر بهم العراق، والذين يمكن عن طريق يعني اختراعاتهم أن يغيروا وجه الاقتصاد ووجه الصناعة النفط وغيرها. يعني الأجندة الاقتصادية التي يمكن أن تضع العراق على قمة الاقتصاد في المنطقة هي أجندة كبيرة، وهي أجندة غير سرية، قد يعني تتضمن بعض المشاريع الموظفة عراقيا أو كاستمايز يعني بروجكت، لكن في الحقيقة هو الأساس هو أن نصل إلى حالة من الاستقرار السياسي، وأن نصل إلى حالة يعني هنا يعني أنا أتذكر فيها أحد يعني التصريحات التي قام بها أحد المسؤولين في تركيا عندما سئل عن النهضة الاقتصادية التركية وكيف تمكنت يعني تركيا من أن تحقق هذه الإنجازات في وقت قصير، قال كل ما نفعله أننا نقوم بواجبنا بدون أن نسرق. لكن في الحقيقة مشكلتنا في الدول العربية أن اقتصادنا يتعرض للنهب من كل كبير وصغير طول الوقت. فهذا ما نحتاج إليه، الاستقرار السياسي والمنظومات الديمقراطية الاقتصادية. شكرا لك دكتور حسام الشاذلي، المستشار السياسي والاقتصادي الدولي. يعني أخيرا أستاذ نظير الكندوري، يعني كيف تعلق على ما تحدث به الخبيران الاقتصاديان الدكتور باسم جميل أنطوان والدكتور حسام الشاذلي في الحلول لخروج العراق من هذه الأزمات وفي ضوء عدم استقرار سياسي منذ 15 سنة؟ يعني أنا أتفق مع ضيفك الكريم الذي تحدث أخيرا، قال أن لا حلول اقتصادية للوضع في البلد وإنهاء الفساد الذي يستشري في الدولة العراقية. هذا يعني دائرة الاستنزاف ستستمر؟ إذا بقي الوضع السياسي على حالة سوف يستمر، ويكفينا 15 سنة للبرهنة على أن هذا الفساد وهذا الانهيار الاقتصادي الذي يعيشه العراق سوف يستمر وربما يزداد سوءا إذا لم تتغير هذه المنظومة السياسية. ووفق المنظور بأن أي تغيير سياسي داخل هذه المنظومة لا يفرز حكومة صالحة ممكن أن تقوم لنتحدث عن أمر واقع مفروض هو عدم استقرار سياسي منذ 15 سنة. البعض يعزو ذلك إلى أذرع ربما إقليمية، أذرع دولية لها مصلحة في إبقاء العراق على ما هو عليه. ما يعني هل لهم فعلا المصلحة في إبقاء العراق على ما هو عليه؟ ما مصلحتهم؟ بالتأكيد يعني النظام السياسي، ومن هذه القوة يعني النظام السياسي الحالي الحاكم في العراق لا يمكن أن يستمر بالبقاء دون معونة دولية، دون معونة ربما من دول إقليمية، وإلا فإن الشعب قد ثار عدة مرات وكان بإمكانه إسقاط هذا النظام السياسي واستبداله بنظام سياسي آخر، لو
يعني لولا الدعم المقدم لهذا النظام السياسي الحالي من قبل إيران ومن قبل الولايات المتحدة. ذلك لأن هذا النظام السياسي هو الضامن لتلك الدول على إبقاء العراق بلدا ضعيفا غير مؤثر بالساحة الإقليمية أو الدولية. هذا يصب في مصلحة إيران بشكل مباشر على اعتبار أن العراق من أكبر المنافسين لإيران لو رجع إلى قوته. نفس الحال بالنسبة للولايات المتحدة، العراق لو رجع إلى سابق قوته سيكون منافسا وعامل توازن مع الكيان الصهيوني، وهذا ما لا تريد الولايات المتحدة. كذلك حتى في بداية الاحتلال كان كثير من الدول العربية تتمنى أن يبقى العراق ضعيفا، وذلك نتيجة التجربة التي كانت مع النظام العراقي السابق في موضوع مشكلة يعني الأزمة الخليجية. لذلك كثير من الدول توافقت على أن يبقى هذا العراق، وما زالت كثير من هذه الدول هي لديها مصلحة أن يبقى العراق بلدا ضعيفا. لكن أنا ما أخشى أن الأمور بدأت تتجه إلى شيء أكبر. الآن نرى أن النظام السياسي في العراق تغيرت قيمه، يعني الآن عندما يوصم أي مسؤول سياسي بالفساد هذا الأمر لا يعتبره عيب ولا يعتبره أصبح أمراً عادياً. نعم، لا يعتبره أنه هذا إنقاص في قيمته وكرامته، إنما المسألة يعتبرها شطارة. الخلل في القضاء إذن، بالقضاء وأيضاً بالمنظومة القيمية التي يحملها هؤلاء السياسيون. أنا أشد ما أخشاه أن تنتقل هذه العدوى إلى شرائح المجتمع. إذا انتقلت إلى شرائح المجتمع فالأمر عظيم، المشكلة عظيمة. أن يكون عموم الشعب يعتقد أن سلب المال العام هو شطارة وهو ذكاء وهو حكمة، هذا سوف يخرب البلد، يعني يخربه ولا يكون له قائمة في المستقبل. لكن ما زال الآن شعبنا شعب نظيف، إنما تحكمه منظومة فاسدة. ونأمل أن يستطيع الشعب أن يأخذ زمام الأمور ويستبدل هذا النظام السياسي بنظام سياسي آخر، وإلا فإن مستقبل العراق على هذه الشاكلة يعني هو مستقبل مظلم، مستقبل أسود. يعني كيف يمكن يعني التثقيف بهذا الاتجاه إذا كان الواقع السياسي غير مستقر؟ يعني ما الذي يمكن أن يفعله المواطن العراقي عندما يرى على شاشات التلفاز أن المسؤول الفلاني يتحدث عن سرقة 100 مليار؟ هناك مسؤولين موجودين في البرلمان تحدثوا عن سرقة 1,100 مليار دولار، وهذا رقم ضخم ومهول في عهد المالكي، يعني حدث الذي لا يحدث في أي بلد، في حين أن المواطن العراقي ليس يعني ليس له من الأمر شيء، لا يستطيع فعل شيء. هنا يعني هل ربما للمؤسسات المجتمعية من دور؟ يعني بالتأكيد. هل يعني هل هناك يعني هل هناك من حلول من داخل المجتمع تنبثق لمعالجة هذا الواقع؟ كيف يمكن التثقيف بهذا الاتجاه؟ انا اقول هذه المنظومة الفاسدة عبر احزابها المختلفة، يعني الاحزاب الطائفية والاحزاب القومية، قد نجحت في بداية الامر باستقطاب الجماهير اما قوميا كما في حالة الكرد او طائفيا كما في حالة السنة والشيعة، وقد ارتكزوا على هذه النعرات الطائفية والقومية في تعزيز رصيدهم السياسي. لكن الشعب العراقي وبعد مرور فترة أدرك أن الذي يدفع الثمن هو الشعب العراقي بشكل منفرد، وهؤلاء السياسيين سواء سنة ولا شيعة ولا كرد هم يتنعمون بما يجود عليهم هذا الوطن من خيرات. لذلك الآن هناك ثقافة، يعني أنت ترى في التظاهرات الأخيرة التي حدثت في جنوب العراق، والذي يفترض أن يعني لو نفكر طائفيا يفترض بأن الحكومة الآن الحالية حكومة مكونهم وهم يسيطرون على البلد، ولكن التظاهرات أثبتت أن المكون العربي الشيعي يرفض هؤلاء الفاسدين. فهي صحوة في الشعب العراقي بكرده بعربه سنته وشيعة بأن هذا النظام السياسي سوف لن يؤدي إلى حلول حقيقية. أنا ما أرجو من الشعب العراقي أن يعيد اللحمة الوطنية بين كل فئاته، وأن يجدد الخطاب بخطاب وطني عراقي، ونبذ هذه النزعات الطائفية أو القومية. هذا هو السبيل الوحيد. ولكن كما تعلم عموم الشعب العراقي ربما يكون عبارة عن طاقة كبيرة، ولكن ربما تكون مهدورة إذا لم تنظم ولم تدار بشكل كبير. لذلك تجد أن النظام السياسي في العراق يأتي على الناشطين في التظاهرات، يتم اعتقالهم واغتيالهم وقتلهم بأي طريقة. لماذا؟ لأن الشعوب مهما كانت واعية إذا لا توجد لها
قيادة واعية تحدد لها البوصلة بشكل دقيق سوف لن ينتج عن هذه الطاقة الكبيرة أي جهد. لذلك نحن نحتاج حقيقة إلى الناس المثقفين أن يبرزوا طاقات يعني جديدة، أن يبرزوا قيادات لقيادة الشعب العراقي إلى المسار الصحيح. شكرا لك ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والمحلل السياسي، ونشكرك في ختام هذه الحلقة أيضا دكتور حسام الشاذلي المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، كنت معنا من مدينة لوزان في سويسرا. شكرا لك دكتور حسام، والشكر موصول أيضا للدكتور باسم جميل أنطوان الخبير الاقتصادي العراقي كان معنا من بغداد. في الختام مشاهدينا الكرام تقبلوا مني أطيب تحية وإلى اللقاء.